بقعه برديت. وهاد البقره ليكم، امنت بالله والمنام رؤيا من عند الله، حمامه بيضة جات ترفرف عليا ومعاها حصان بيض توقف بين يديا. هادي بقاله ليكم يا ناس واتسوف وناس تيارت. اليوم حنروحو نديرو لي دو ريجيون هادوما. الوغ راكو تشوفو الطابلة تاع عيش معمرة بصح ما فيهاش بزاف اللحم باسكو كاين لا ريجيون سيلمون تاع واتسوف اللي حيكون فيها لا فيوند. واتسوف يستعملو الخشين، يعني كسكس خشين. عكو شفتو في هاد الحصص ما درناش بزاف لو كسكس خشين، ما كانش عندنا هادوك نخليوهم رمضان ان شاء الله باسكو في رمضان اون جينيرال يحبوا حاجه خفيفه. ولا بارتيكولاريتي تاع لو كسكس تاع تيارت اللي هما يديروه بالزبيب والسكر، يعني سالي سكري. نبداو نشالو الطنجره تاعنا. كيما على بالكم لو كسكس يتغسل، يخليوه ينشف، ديروا له شويه زيت، فوروه اون بروميير فوا، زيدوا شمخوه، خليوه يريح حتى وحده يتنفخ، ديروا شويه ملح وفوروه لا دوزيام فوا. دائما انا نخليه اون فوا باش لا دوزيام فوا نفورو مع لاصوص تاعو. نبدا ندير السمن في القدره. الوغ نبداو نديرو تاع تيارت لي فيه اللحم ولي ياخذنا يطلبنا بلوس دو طون. ندير شويه زيت كالعاده، نقلي اللحم، فوالا لو طون راهو يتقلى اللحم تاعي. نروح نديرو هاد لا بريباراسيون تاع واتسوف. لا بريباراسيون تاع واتسوف واش فيها؟ فيها البصل، وقبل من البصل الدهان، نديرو السمن، شوية زيت، البصل، ونخليوه يتخلى. اونتخ طون اللحم تاعنا راهو تقلى، يعني دار هذيك لا كولوراسيون، لا كولور هذيك تاع اللحم ولا مارون. دوك نديرو البصل، ونخليه يتقلى. هذه وحده من كاع لي سبيسياليتي اللي عندها، اخترتها باسكو اخترت وحده تاع اللحم ووحده خفيفه. كي راهي تتقلى هنا ندير لها لا طوماط كونسونطري. بنتها لا طوماط كونسونطري كي تتقلى مع اللون. بالك اللي راهم يشاهدوا فينا كل يوم واللي راهم اوفياء الحصه تاعنا 100% كسكس، على بالي تقول بالك اشاك فوا نعاودهم اشاك فوا نعاودهم نعاودهم، لا خاطر تو سامبلومون بالك ناس ما يعرفوش الحصه تاعنا سي لا بروميير فوا يشوفوها، ماذا بيا شاك معلومه امبورطونت تلحق لكل واحد منكم. قلت لا طوماط كونسونطري تاعي، دوك نروح ندير لا طوماط فريش، يعني الطوماطيش تاع الحب اللي رحيتها. فوالا وبيان سور سنينة توم. كما قلت لكم ونعاود لكم على شاك فوا الثوم يفولو ديجيرمي.
هكذاك ما متكونش هذيك لا سونساسيون ديزاغريابل سورتو في رمضان الواحد صايم ما كاش كيفاش ينحيها الوغ يفو كي طيبوا ديجيرمي التوم تاعكم. وبيان سور توم جديده دي فوا ما تصيبوش فيها هذيك الحمراء. كما قلت لكم اشاك فوا التوم ديروه دائما كي يتقلى البصل. كيف تخلط هنا راح ندير لي زيبيس. الوغ عندي الفلفل الكحل هنا لا طوماط تاعي ندير لها شويه ما ماشي حاجه باسكو تحق الطوماط كمان تحق لا صوص شويه ثقيله دائما بالماء سخون كي تمرقوا. قلنا درنا هنا الملح نديرو فلفل الكحل شويه كركم مي فريمون شويه قرفه ماشي حاجه وراس الحانوت. وندير له قسكاس تاع الماء وخليه يطيب. هنا دوك نزيد لها الماء وندير لها لي زيبيس. فوالا ونبدا ندير لها في لي زيبيس تاعها. الوغ فيها الملح فلفل الكحل فلفل حار فلفل عكري قزبر ملحي شويه ماشي بزاف شويه راس الحانوت. وهذا راس الحانوت فيه بزاف الكرويه وما ديروا لها شويه كرويه كانت مي كوم هذا راس الحانوت فيه الكرويه entre temps le couscous الخشين قلت لكم نديروه نتاع واتسوف ولو مويا نديرو نتاع تيارت. لاصوص تاعي تتغلي هنا نقدر نحط لو كوسكوس اي فور ونغطي على لا بريباراسيون تاعي. اونتر تان نقطع لي ليغوم عندنا بطاطا دائما تقطع تاع لي ليغوم نديرهم كما كانوا يديروهم فوالا. عندنا القرعه ندير هذه اليوم القرعه نقطعها اون غوندال هالا بيان سور لي شوت هادوك جامي ما ترموهم ونقولكم دائما حطوهم داخل لاصوص.
ولاكارت. هي فوالا، دايما نبداو بلي ليغوم لي يشدو اليد. لو ليغوم الاولاني الزروديه. الوغ هنا لاصوص تاعي نزيد لها دوكا شويه ما ما سخون دايما. فوالا نحط لا كاروت باسكو هي اللي تشد الوقت باش تطيب. نزيد لا بوم دو تيغ بطاطا. باش ما تقولوش مرماتش لي بوت على ليكم، نرميهم داخل الاصوص. با بارتيكولياريتي تاع تيارت سي بيان الكرافس، يكثروا 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 الكرافس. تقدروا ترميوه هكذا كوم برانش ولا تخليوه. انا اليوم جي بريفيري نديرو دو لا سورت. فوالا بيان سور الحميصه ما رميتهاش مع الاول باسكو ديجا هاد الحميصه راهي طايبه. نزيد ندير هنايا ونخليها تطيب. من بعد نشوفوا الزبيب كيفاش نديروا له، البصل كيفاش نديروا، والطعام كيفاش نديروا، لو طون لي فورنا وطيب لنا لا بريباراسيون تاعنا. دوك نروحو نديروا لا طوماط كونسونطري. ندير لا طوماط وشويه ما. وندير لها شويه سكر. هذه طريقه كانوا يديروها زمان. حركها مليح وزيدها لاصوص تاعك. يعني حجينا ان صوص جوناتر بلوتو اورانجي. لا صوص تاعنا راه قريب طيب. هنا وين نرمي لها القرعه. فوالا وتكمل الفرن مع الكسكس. دوك ندير البصل بالزبيب. لا بصل بالزبيب، البصل نقطعوه يماسي هكذا. سخن هاد الكاسرول شوية دهن فوالا شوية زيت. نقص الفلفل باش ما تحرقليش الزبدة تاعي ولا دهان مع البصل. ودوك ندير البصل تاعي هكذا فوالا. البصل راه يتقلى هنا وين نزيد وين حطيت. فوالا هنا وين نزيد الزبيب. ونخلط. يعني ملي بديت ندير الحصص تاع 100% كسكس، ملي بديت ندير لي ريشيرش تاعي في الكسكس في لي ريجيون، نصيب حاجة من ريجيون يديروها في نوت ريجيون، صح يديروها بصفة واحدة أخرى ولا يديروها أون صوص بحاجة زيادة من هذيك نوت ريجيون. يعني كي دير لي ريشيرش تاعك تبداو تصيبو دي تخيك، تشوفو بلي كانوا كل ما ينقلوا معاهم اون بتيت غوسيت، وهذيك لا غوسيت تلحق البلاصة اي اس ديفلوب اي انسي دو سويت. وهذا اللي رجع التراث تاعنا الجزائري très 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 riche في la gastronomie في الباتريمون. رامي تقلاو. دوك نروح ندير الدغيساج تاع لو كسكس تاعنا تاع تيارت. نحكمو لو كسكس.
الخشن. دائما ما تنساوش واش يكون عندكم فوق النار. هكذا خليها شاف وفيق لو كسكس تاع واتسوف كيما دير نتا الكسكس تاعك تاع تونس يعني يتشرب. اللي ما يحبش يشرب بيان سور يدير لو كسكس ام الفوق لا بتيت صوص هذه. نطفي على البصل تاعي مع الزبيب نروح دوك لاصوص. دوك نروح نسقي la sauce thaï. Alors du moment que c'est une sauce les fiha les pois chiches, ma habitch nkhallat kulch qout nati lha un autre style. Donc nakloha kima yakloha en général nes dzaïr. Mais bien sûr taqdrou tchkhchkhouha kima yediro fi Tunis. Oula yani el bldan dia el sahra hna عندنا ولا عندهم beaucoup de plats li tchkhchkhouhom bla bla sauce ha. هنا هنا وين حندير لا بريباراسيون تاعي. هنا نجيب وراف وندير او سنتر لا صوص تاعي. ما هي سي البصل والطوماطيش والحميصة اللي راح يكونوا في سنتر دي بلا. انا كنت تشوفها وحده وحده هاي تشرب لاصوص تاعها. بيان سور قلت لكم انتم ما تقدروا تشخشخوه كيما يديروه في تونس. دوك لو بلا تاعنا يعني الكسكس تاع واتسوف هاهو طاب. نروح ندير لو دريساج تاعنا. الوغ لو دريساج تاعنا كيفاش حتكون فيه اون بروميير اكسيون. نديرو الطعام لتحت من بعد يديرو الزبيب والبصل في الوسط. على قلت لكم كاين عفايس نشوفوه في مناطق واحده اخرى ولا كشافين درناهم ديجا مع ولايه من ولايه الجزائر. ديروا له هاك ومن بعد يزيدوا يديروا له كسكس فوق. ودوك نروحو كاريمون نزيدو العنب مع البصل لي فريسك.
بيان سور دائما نقول لكم لا ديكوراسيون نتوما اللي ديروا. نزيد نحكوا لا فيوم دوك نجيبو صحن نجيبو نحيو لي ليغوم باش نقدر ندير دريساج تاعهم. قاعد هو هو يعني القرعه كي درتوها اون ديرني قعدت هي هنا نبدا le dressage. ودوك نزيد نشبعها بالكرافس. على بالكم باللي لو كوسكوس تاع تيارت سي الكرافس يكترو من الكرافس هو اللي يزيد يعطيلو انغو. نروح ندير لاصوص تاعي دون جي سوسيغ. لاصوص تاع واد شوف نخليها في القدرة هذه تاع الفخار ولا صوص يعني مش تعرف هذا ولا صوص تاتيارت نديروها لهنا. تحبوها بيان سور شويه ثقيله نزيدوا لها شويه بطاطا. كل واحد كيفاش يحب لي صوص تاعو. رشة كرافس ما ننساش حاجة السكر. الوغ اون جينيرال هما يستعملوا يخلطوا في الطعام لو سكر مع الزبيب ولا لو فون كاريميليزي مع الزبيب. حنا نديرو له دي فوا هما لو كاراميليزي يعني هذاك مام هذاك البصل مع الزبيب والسكر يدوفيان كاراميليزي ويخلطوه مع لو كسكس تاعهم. حنا كاين اللي مازال ما مش موالفين لو كسكس دي شويه حلو مع المرقه. راني نعطي لكم يعني المناطق كيفاش يستعملوا لو كسكس وكيفاش يطيبوا لو كسكس تاعهم. لي بلا تاعنا راه موجودين. واتسوف وتيارت لي كسكس تاعهم راه موجودين. كيما على بالكم في كل حصه عندنا مسابقه باش تشاركوا في هذه المسابقه ما عليكم غير تبعتوا الاجابه عبر اس ام اس الرقم اللي راكم تشوفوه في اسفل الشاشه. في لو كسكس تاع تيارت واش نزيدوا له يكثروا منه. الجائزه هي وزنك تديه طعام. صحه فطوركم نلقاكم في الحصه المقبله ان شاء الله وفي امان الله.